اعتقد 1-0 للمنتخب المغربي. نتمنى ان نستمتع ان شاء الله في هذه المباراه. مشاهدينا نترككم الان بصوت الصوره زميلنا خالد الحدي. تفضل يا خالد كل معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا للزميل ابراهيم الكواري، شكرا لضيفيك الكريمين. مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان عبر قنوات الكأس الرياضيه، ناتيكم هنا في الجولة الثالثة من رياضة كرة القدم في أولمبياد باريس ضمن المجموعة الثانية، اللقاء العربي الذي يجمع ما بين المغربية التي تصل في الجهة اليسرى واليسرى يبدأ أساسيا، محاولة موجودة مصطفى السعدون، سعد ناطق، حسين في الثلاث جولات الماضية يلعب بمنير محمدي، خنوس المبدع، عبد الصمد الزلزولي، إلياس خماش، والتأهل في الجولة الماضية. هذه الأدلة يا راضي يا شنيشل التي تحولت في الجهة اليسرى، عرضية خطيرة مرت. ها تحيتي تحيتي، موضوع راح اقول لك اياه، وعليك ثمان اسماء، مو هي اسماء مغربية مهددة بالمية من تشكيلة المغرب. نعم لوس انجلوس 84 جيل امام للجمهور المغربي الصغار والكبار. خنوس مع انطلاقة حكيمي، حكيمي حاول مرور مع ثلاثة، حكيمي يرفع كرة، حكيمي جول 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 جول، هو القناص، هو الهداف، هو ريشان ليسان، يوقع على سباقية بالمنتخب المغربي. كرة بالمقاس من حكيمي، وامير كان حاضر الشاس. المنتخب المغربي يتقدم على الصعيد بالنتيجة. سجل حسين سعيد وفلاح الحسن، هنا كرة ياخذها حكيمي، ترجع كرة لأشرف حكيمي، استلام فرصة الثاني، تسديد الكرة، تركيز دوما على الشيء اليوم من المنطلقة السريعة، كرة قوية، سمسولي يرفع كرة، سمسولي الثاني عن طريق سوسو 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 الجراندي سوسو الجراندي رحيم، هو الجول يا دور، هو الهداف، فايا 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 سفيان، فايا رحيمي، يا له من هداف، يا له من هداف. كرة خائقة مغربية الآن والدفاع بصعوبة. يامان هنا عزوز، كرة خطيرة، الثالث سلسولي ولعها، سلسولي الطلايع يا سلسولي، سلسولي والثالث ملعب اكيد الفريق المغربي. معانا بالستة دخل مشوار اللقاء، الفريق المغربي يتقدم، الصية تبقى المحاولة عنقية خطيرة من الصية، خوش كان يكون خوش هدف، لكن الرد ياتي من منطقة جزاء المغرب. هنا المتابعة حارس هدف، كرة باتجاه المغرب، زكي ملعب اولمبياد 84 في لوس انجلوس 80 في مينسك، عندهم العديد من الاسماء متألقة. يا حكيمي، الياس 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 الياس، والحارس حسين حسن، لقطة فنية من الياس خمش، الياس الفنان، الياس يمر بلقطة فنية رائعة. سولي فرصة مغربية، الياس مدينة اوكرانيا، يعني ممكن جدا المغرب